الأجر المترتب على صلاة الفجر أعظم من الأجر المترتب على صلاة الظهر مثلا في الجماعة، وذلك لأن الظهر يعني في الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى جهد كبير للاستيقاظ من النوم والذهاب إليها، أما الفجر فالأمر في ذلك أعظم منه. قل مثل ذلك في الأجر المترتب على الإنسان إذا تمكن من معصية ثم لم يفعلها. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا استحق أن يستظل في ظل عرش الرحمن أكثر مما يستحقه إنسان آخر ربما أن بينه وبين المرأة أميال طويلة. لذلك أحببت حقيقة أن أطرح موضوع مهم. هذا الموضوع جرى فيه تساهل من عدد من الناس، حتى بدأ بعض الناس، ربما تجد أن بعضهم الآن قد مضى عليه سنوات وهو لم يفعل هذا الأمر الذي سنتكلم عنه، وهو إقامة صلاة الفجر في وقتها. الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، قال عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بقرآن الفجر هنا هو صلاة الفجر كما جاء، حضور صلاة الفجر مع الجماعة. كما ذكر بعض أهل العلم إن الملائكة تشهد صلاة الفجر فتعرف من حضر ومن لم يحضر، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون. فإذا صعد ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، يعني في ملائكة يكونون في الليل يحمون الناس أو يحفظون عليهم أعمالهم أو أي أمر، أي عمل يعملون، وهناك ملائكة بالليل وهناك ملائكة بالنهار. فملائكة الليل وملائكة النهار يعني ينتهي وقت هؤلاء ويبدأ وقت الآخرين في وقت الفجر والعصر، هؤلاء من الفجر إلى العصر والآخر من العصر إلى الفجر، فيجتمعون ينزلون وقت الفجر وهؤلاء يصعدون في وقت الفجر، ثم هؤلاء يصعدون وقت العصر وأولئك ينزلون وقت العصر. فإذا جاءوا إلى الله تعالى سألهم قال: من أين جئتم؟ يسأل الذين صعدوا وهم يصلون الفجر الناس: من أين جئتم؟ فيقولون: تركنا عبادك وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فالذي يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تكون الملائكة في وقت الدوام إن صح التعبير، يعني في وقت نزولها تجده يصلي الفجر، وفي وقت تركها له تتركه وهو يصلي العصر. هذا من كان يحافظ عليها. صلاة الفجر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أشد صلاة على المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام لما صلى يوما بأصحابه: قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال وفلان؟ قالوا لا. أسماء معينة عدها النبي صلى الله عليه وسلم هل حضرت؟ فلم يجدها قد حضرت، فقال: إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها يعني من الأجر والثواب لأتوها ولو حبوا، وفي رواية ولو حبوا على الأيدي والركب من عظم الأجر. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: والله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا يعني لحم، أو مرماتين حسنتين يعني ناقتين حسنتين سمينتين يحرص الناس عليها، قال أو مرماتين حسنتين لشهدها مع الجماعة، يعني صلاة الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله تعالى وفي رعايته، قال: فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، يعني كل من صلى الفجر يدخل في ذمة الله، يدخل في حماية الله، في رعاية الله له، في دفاع الله تعالى عنه، في محبته له، إذا كان ممن يحرص على أن يصلي الفجر. من حرص عليه الصلاة والسلام على صلاة الفجر أنه كان إذا سافر أمر بعض الصحابة أن يرقبوا له الفجر حتى لا يفوتهم. لذلك ينبغي في الحقيقة على الإنسان إذا كان مثلا في بر سينام، أو كان في بيته، أو في أي مكان، أو مسافرا، ينبغي عليه في الحقيقة أن يحرص على أن يجعل هناك من يرقب له الفجر متى يطلع عليه الفجر. لما سافر النبي عليه الصلاة والسلام مرة وكان راجعا قيل من غزوة وأراد أن ينام وقد كان الصحابة متعبين، قال: من يرقب لنا الفجر؟ أريد شخصا يرقب لنا الفجر إذا طلع يوقظنا من النوم، من يرقب لنا الفجر؟ قال بلال: أنا أرقبه لك يا رسول الله. قال: ها ترقب الفجر؟ قال: ما يحتاج، أنا أرقب لك الفجر. بلال جعل يصلي وهم ناموا، لكنه متعب وليس مثلنا اليوم، يعني يتعب من ركوبه في السيارة أو الطائرة، أحيانا تركب الطائرة 6-7 ساعات فتتعب وتحتاج أن تنام، فما بالك بمن يركب على دابة على بعير. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلال أنا أرقب لكم الفجر، فأخذ بلال يصلي وهم ناموا، كان متعبا يعني رجل راكب على ناقة فأكيد أنه بيتعب. ف
لما انتهى من صلاته اتكأ على بعيره أو على ناقته وجعل يرقب الفجر، ينظر إلى مكان طلوع الفجر حتى إذا طلع الفجر يقوم ويؤذن ويوقظهم، فغلبه النوم فلم يوقظهم إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ عمر رضي الله عنه، وقام عمر إلا الشمس طالعة وهم ما صلوا الفجر، فاضطرب أمر الصحابة. لماذا اضطرب؟ لأنهم ما تعودوا تفوتهم صلاة الفجر. نحن الآن الله يتوب علينا عادي، الواحد يستيقظ الساعة 7 وقد فاتته الفجر ما عنده مشكلة كبيرة، ما بينما ربما لو فاتته رحلة طيران أو أصابه ظرف قام ينزعج. لكن ما دام أنها صلاة فجر فهم ما كانوا متعودين أن يفوتوا صلاة الفجر أصلا، لم يكن هذا من عاداتهم، وبالتالي لما تفوتهم صلاة الفجر هذا أمر جلل بالنسبة لهم. قام عمر وأيقظ بلالا، وقام بلال مضطرب، فأخذوا يعني ارتفعت أصواتهم، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فنظر قال يا بلال أين كلامك؟ أنت قلت سأرقب لكم الفجر، أين كلامك؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم، يعني أنتم متعبون ونمتم وأنا متعب ونمت، أنا بشر، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلا الصحابة مضطربون، أنت السبب، لا أنت السبب، لماذا تقول؟ شعر الوضع فيه اضطراب، فقال ارتحلوا هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، ارتحلوا. ارتحلوا ومشوا 3 4 خطوات ونزلوا في مكان وأذنوا وصلوا الفجر جهرا. بعض الناس يظن أنك إذا صليتها بعد طلوع الشمس أنك لا تجهر ولا تصليها جماعة، بل تصليها جماعة وتجهر كصلاة الفجر العادية، يعني حتى لو فاتته صلاة الفجر وهم مجموعة 4 أو 5 فإنهم يجهرون يصلونها صلاة عادية. يعني هذا يدلك على عظم فضلها، عظم صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث كثيرة يؤكد على أن من صلى البردين دخل الجنة كما في البخاري، والمقصود بالبردين من هما؟ صلاة الفجر، الفجر والعصر. أحسنت، وصلاة العصر. بس يا شيخ أنا عندي سؤال. صلاة الفجر أي؟ في من هو يتساهل ويصليها متأخر بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، وفي من هو من يغلب النوم، يعني دائما تفوته الصلاة ويصليها متأخر. جميل، طبعا الحكم في هذا أن من أخر صلاة الفجر عن وقتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعقوبة عظيمة حقيقة. في البخاري حديث سمرة بن جندب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، يذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، أول ما يرجع فإذا رأس المضروب عاد كما كان، يعطيه مرة ثانية بالصخرة ويتدحرج الحجر، يذهب يأتي به فإذا رأسه عاد كما كان يعطيه مرة ثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنظر فزع، فعلا منظر مخيف، قال سبحان الله ما هذا يا جبريل؟ سأل جبريل في آخر الحديث، قال ما هذاني؟ فقال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. لماذا يضرب رأسه يا جماعة؟ النوم في الرأس في الغالب، تجد الواحد يقول، تقول له قم صلي، يقول راخي رأسي ثقيل ما أستطيع أن استيقظ. هالرأس الثقيل يعذب مثل هذا العذاب، الله يجيرنا وياك. والحديث رواه البخاري. ثم لاحظ هذا العذاب ليس عذابه في النار، هذا العذاب فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة. قال الله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، من هذا العذاب قبل أن يأتيهم العذاب الآخر. فلا شك أن الحرص عليها، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الحديث رواه البخاري. إذن يا جماعة نحن أمام صلاة مجتمعتان أم متفرقتان؟ إيه، لا الصحيح أنها متفرقة، أن كل واحدة لها فضلها. يعني اللي صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، اللي صلي الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله حتى لو لم يصلي العشاء في جماعة. لحديث آخر من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، حديث آخر غير الحديث الأول. فالمقصود أننا يا جماعة أمام صلاة هي في الحقيقة مقياس الإيمان، بصراحة هي مقياس الإيمان لمن يريد أن يستيقظ. وإذا أراد الإنسان يستيقظ استطاع، يعني بالهمة. أذكر أحد الزملاء
يدرس بابتدائية، فتكلم مرة مع الطلاب في ثاني ابتدائي أعمارهم 8 سنوات تقريبا، تكلم معهم عن صلاة الفجر وفضلها، وقال: يا شباب، ينبغي الإنسان أن يصلي الفجر في جماعة وأن يصلي في المسجد ونحو هذا الكلام. رجع أحدهم إلى بيته وأقبل إلى أبي وقال: يا أبي، وإلى أمه، قال: الأستاذ يقول لا بد أن تصلي الفجر في جماعة، وغدا إن شاء الله أنا أيقظوني لأجل أن أصلي الفجر مع الجماعة. قال له أبوه: طيب، أنت عامل لنا قضية. قال: المهم، ترى إذا لم توقظوني لصلاة الفجر مع الجماعة لن أذهب إلى المدرسة. قالوا: طيب، اذهب ونم على فراشك. ذهب الولد ونام، فلما جاءت الساعة 7 إلا أمه توقظ: قم قم يا محمد، يلا بسرعة بسرعة المدرسة. قال: الفجر ما أيقظتوني. قالت: ما في فجر، قم يلا صلي الآن واذهب. قال: والله ما في مدرسة يا ولد. ضرب شيء، ما في مدرسة، غاب. جاءت الليلة الثانية، جاء عند أمه وأبيه، قال: ترى إذا ما في فجر ما في مدرسة. المهم أنه قالوا له: طيب اذهب ونم بس. راح الولد ونام، أيقظوه للمدرسة: ما في فجر، كيف ما صليت؟ ما في مدرسة يا ولد، ما في مدرسة. ضرب يمين يسار، ما في مدرسة. فلما جاءت الليلة الثالثة حرصوا على أن يستيقظ، واتصلت يريدون أن يركبوا الساعة على وقت صلاة الفجر ولا يعلمون متى يأذن أساسا. اتصلت على أمها: يما، متى يأذن الفجر؟ قالت: الله أكبر يا بنتي، الحمد لله على هدايتكم، يأذن الساعة 4:30. ركبوا على 4:30 وركبوا الجهاز الهاتف اللي معهم، واتصلوا على جيرانهم، عادة أبو جيرانهم يخرج يصلي الفجر، قالوا: بالله اضغط علينا جرس البيت وأنت طالع. يعني إذا أراد الإنسان أن يستيقظ يبدأ يبتكر أموره. خلونا واضحين، يعني أنت إذا وضعت في رأسك أنك ستستيقظ استطعت في الغالب، لكن نحن مشكلتنا أننا لا نضع هذا في أنفسنا. وفعلا لما جاءت الساعة 4:30 إلا الساعة ترن والهاتف يرن والجرس يرن وكلش كأنها قامت الساعة. فقامت الأم وأيقظت الولد، قام الولد الصغير هذا ولبس ثيابه وأقبل خارجا من البيت. قالت أمه: يا ولدي، أين تذهب في هذا الظلام؟ ظلام، تخرج لوحدك، إلى أين تذهب؟ قال: بأذهب أصلي الفجر. قالت: لوحدك؟ قال: طيب، ماذا أفعل؟ أبي نائم. قال: طيب، انتظر. فصعدت إلى الأب، للأب يعني متحضن المخدة ونايم وفي نفسه أنا لن يستيقظ إلا بعد 3 ساعات لوقت الدوام، فأيقظته وذهب بولده. يقول المدرس، يقول: أتاني الأب بعد 3 أشهر وقد تغير حاله كله إلى الصلاح بسبب هذا الولد. يعني الولد، الأب كان عنده أمور أخرى يقع فيها، سبحان الله، وصلحت أحواله كلها بسبب تأثر بهذا الولد لما أخذ يستيقظ. وقال الأب هذا لمدرسنا لصاحبي، يقول: والله يا شيخ، صار لنا 3 أشهر ما نغيب عن صلاة الفجر أنا والولد بسبب مثل هذا الحرص الذي حرص عليه. طيب، قد يسأل بعض الناس عن الطرق التي يستطيع أن يستيقظ بها للصلاح. طبعا بالنسبة لوجوب صلاة الفجر، ترى ليس واجبا فقط على الرجال أن يقوموا ويصلونها في المسجد، يجب كذلك على النساء أن يصلينها في البيت في وقتها. يعني ما يجوز المرأة تقول: والله أنا غير واجبة علي الصلاة في المسجد، إذا سوف أصلي في البيت إذا قمت إلى كليتي أو إلى مدرستي، أو الأم إذا استيقظت لأجل أن توقظ أولادها. ما في، يجب عليها أن توقظ، أن تستيقظ وتصلي في الوقت. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما في كلام، يجب أن تصلي في وقتها. طيب، أعطوني طرقا يا شباب يستطيع الإنسان بها أن يستيقظ صلاة الفجر. شيخ، اعتقد اهم شيء اللي ذكرته اثناء الكلام ان الانسان يكون عنده هم، او عنده هو يبرمج نفسه ان انا لازم اقوم على صلاه الفجر، او اقوم الوقت الفلاني. ممتاز. ليش يقوم 7:30 على الدوام، او 7 مثلا، او 6:30 عشان يهيئ نفسه قصدك؟ اي نعم، يبرمج يعني قصدك. احسن، يعني هو اذا برمج نفسه وهيئها وعود نفسه على ذلك استطاع ان يستيقظ. وتلاحظون الان في يعني في البدايه، اذا كان الانسان أول يوم في الدراسة بعد إجازة 4 أشهر، أنت عندك أحد من أولادك يدرس أبو صالح، تلاحظ أنك إذا جئت توقظ ولدك لأول يوم في المدارس على الساعة 6:30، هل يقفز على طول ويستيقظ؟ لا، تتعب معه 100%، صح؟ اليوم الثاني تتعب معه 90%، اليوم الثالث تتعب معه 80%. إذا بعد مرور 3 أسابيع ما تتعب، صح؟ تلاحظ أنك الآن
اليوم توقظ المدرسة يا ولد، على طول يستيقظ ويقوم، والنوم مبكرا. والنوم بكرا. لذلك أنا أقول بالنسبة للذي يقول أنا أتعب والله أحاول صلاة الفجر، أول مرة ستتعب 100% صحيح، لأنك غير متعود باستيقاظ 4:30، لكن المرة الثانية ستتعب 90، المرة رقم 20 30 خلاص. أنا يحدثني أحد الإخوة في قبل أيام في بيتي، وتكلمت معه عن صلاة الفجر، قال والله يا شيخ أحمد الله منذ سنتين لم تفوتني صلاة الفجر مع الجماعة، من سنتين ما شاء الله تبارك الله. قلت كيف؟ قال والله إني إذا اقترب الأذان أستيقظ من نفسي، تعود خلاص الساعة البيولوجية اللي في رأسه تعود على أن يستيقظ. منها أيضا أن ماذا ذكرت يا أبو صالح؟ النوم مبكرا يعني. أن ينام مبكرا بحيث أنه يأخذ حظه من النوم قبل أن يؤذن عليه الفجر، ويحرم عليه السهر إذا كان يعلم أنه سيؤدي به إلى الغياب عن صلاة الفجر. العلماء يقولون ما أدى إلى محرم فهو محرم، الشيء الذي يؤدي إلى حرام حرام، فإذا كان يعلم أنه سيؤدي به إلى تفويت صلاة الفجر فلا يجوز له شرعا أن يتأخر في نومه. أيضا كنت مستطيع أني أسهر يعني ما في مشكلة، متأخر وأصحى. أحسنت، ما في مشكلة إذا كنت تعلم أنك يمكن أن تنام متأخر وتستيقظ، هذا ما في إشكال. من الطرق أيضا للاستيقاظ توقيت ساعة معينة، اتفاق مع أحد، توصية الأهل، منبه، منبه معين تنام عند الهاتف وتجعل أحد يتصل بك. أنا أعرف بعض الأخوة يتفق مع مؤذن المسجد، غالبا مؤذن المسجد يؤذن ويجلس 20 دقيقة أو نصف ساعة بين الأذان والإقامة، ما عنده شغل يقرأ قرآن أو كذا، فمن المناسب أن تقول له بالله أيقظني، فهو لما يؤذن وينتهي يجلس ربع ساعة يتصل بك، ولا تجعله يتصل بك مبكرا. لو اتصل بك مع الأذان استيقظت وقلت أوه باقي نصف ساعة على الصلاة سأنام، لا، إلا جعله يتصل متأخرا قليلا. من أهم الأشياء تغيير مكان النوم، تغيير مكان النوم بحيث أنك لا تنام دائما على نفس الفراش بنفس البطانية نفس المكيف فوقك نفس المخدة، لا، غير مكان النوم، نم في الصالة، نم في السطح، نم في فناء المنزل في الحوش، حاول أن تغير مكان النوم لأجل، ونم أحيانا من غير فراش تحتك من غير مخدة لأجل ألا تستغرق في النوم 100%، إنما تستغرق إلى مثلا 80% 70%، بحيث أن إذا أذن للصلاة أو رنت الساعة التي بجانبك أو نحو ذلك استطعت تستيقظ مباشرة. اللي نوم الثقيل صحيح. إضافة يا جماعة إلى الدعاء، والله أنا جربتها بنفسي، ما أجمل أن الإنسان إذا صلى الوتر قبل أن ينام رفع يديه أو في سجوده قال اللهم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم أيقظني من نومي لصلاة الفجر. يعني غالبا إذا الإنسان شعر بمثل ذلك وحرص عليه واستعان بالله تعالى وعود نفسه وعظم أمر الصلاة بإذن الله تعالى أنه يستطيع أن يستيقظ. الله يجزاكم خير شباب، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ومن يشاهدنا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يحرصون فعلا على صلاة الفجر وعلى إقامتها في أوقاتها. أشكر لكم إصغاءكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة